الفوليوم دو جو اللي قدمناه. خسرنا زوز نقاط خاطر سيطرنا بروكسيماتيفون على الماتش، بريسينا عالي، افتكينا الكرة عالي، خلقنا برشا فرص. معناها اذا كان تشوف انت 5 اوكازيونات، اللي ينقصنا اليوم هو الباس فينال ولا الاسيست الاخرانيه على مستوى سورتو الارقى في لي سونتراج اللي كانوا لحقوهم على مستوى لي كولوار، ما نجحناش فيهم. دونك خلينا وقت للادفيرسير، وانتر بارونتيز راهو الادفيرسير ياخذ حقه على مستوى الارتيكولاسيون ديفونسيف كانت واقفه بالكدا، مش محضرين. دونك تعدى ماتش كوستو الدوزيام ايطون، سارتا مومون خرجونا، هما بداو يلعبوا في الترانزيسيون رابيد والكونتر، احنا كنا بلوز ايكيليبري خاطر لي ماتش هذوما يتعداو قدامك تقعد مسيطر 90 مينوت سور كونتر تقبل بونت، وكنا ايكيليبري هذاك علاش ما سيطر ما هاجمناش اكثر. لكن اون كونتر بوتي زاد جاتنا دي زوكازيون، بون ضيعنا دو بوان على خاطر ديما انا في ديسكوري مع اولادي كل جمعه عندنا موتيفاسيون نخدموا عليها، خدمنا سارتا مومون على موتيفاسيون، اول فيكتوار في الليغ اون جاء، خدمنا على اول فيكتوار في اون ديبلاسمون جاء، اليوم خدمنا على الانشينمون تاع دو فيكتوار سكسيسيف اللي مازالت ما دخلتش في تقاليدنا. بون ما جاتش، لكن ما نخجلوش، عملنا ماتش باهي. ديما نقول جي اس او مش تدافع، جي اس او تلعب كوره عصريه، كوره تفرج، اذا كان ربحنا الحمد لله، اذا كان ما ربحناش على الاقل نخلو امبريسيون باهيه. يقول لي العوده الطيب من عمار لعبكم الاصلي تعطيكم برشا اريحيه كوتش. اكيد احنا جاتنا تطمينات باش نلعبوا في طيب العمار. بون من المشاكل راه ديما ما نحبش نتشكى، احنا تروسو ما نخدموا في السنتيتيك. الجمعه قبل ماتش بتطاوين، جمعه تطاوين، والجمعه هذه بون في ال 48 الاخرانيه جات الديسيزيون في الهادي نايفر، ما ملقيناش حتى وقت باش نعملوا سيونس في الغازون، ما ثماش انفراستركتور، في ما لقيناش حتى تيرا لزويت الرادس. عطاونا الطيب العمار هذاك زاد شويه، ديما راه ما نتشكاش، اما قلقنا على مستوى الادابتاسيون. انت تشوف اون كانزان دو سيونس تعملهم في السنتيتيك وبلوس كومون تلقى روحك في الغازون، تقلق شويه. لكن ديما نكونوا واقفين، نلوموا انفسنا اذا كان اخطانا، وان شاء الله ديما نقول جي اس او في ثنيه باهيه، اي سورتو ايكيب باقيه تفرج في كوره.